نعتبروه مكسب خاصة في باب الحقوق والحريات بالنسبة لبلادنا. المواطن يقول أنا شنو اللي تحقق لي من الثورة بعد إنجاز هذا الدستور؟ احنا نقول أنه هذا الدستور بعد اتمام والمصادقة عليه احنا كملنا التطور الانتقال الديمقراطي، صارت انتخابات في تونس، تم تكوين بعد الدستور هيئة مستقلة للانتخابات، بعد ذلك كان فما انتخابات تشريعية ورئاسية وانبثق عنها مجلس نواب الشعب، اللي من واجبه اليوم ان ينزل ما وجد في الدستور على مستوى القوانين. وأعتقد أنه ربما حتى إذا كان نحس فما بعض التجاوزات الوقت الحالي، لأنه ما زالت ما فماش قوانين تنظر لهذا الدستور أو تنزل فصول الدستور على مستوى القانون. أعتقد أننا كلنا اليوم قاعدين نقتادوا بهذا الدستور في خطاباتنا، في تصاريح السادة المسؤولين، السادة النواب قاعدين نقتادوا بالدستور، واللي نعتبره مفخرة ونريد له أن يكون كذلك في أذهاننا قبل أن يكون على مستوى التصريحات وعلى مستوى ربما المعاملات. وقت اليوم نحسوا باحترام القانون، وقت اليوم نحسوا باحترام الحقوق والحريات، وقت اليوم نحسوا باحترام التعددية ونطبقوها على مستوى معاملاتنا، هذا هو المكسب الكبير اللي باش يكون لنا. بعد ذلك ان شاء الله بتحقيق الامن في البلاد يجي تتحقق اهداف الثوره، تحقق كل ما هو نهوض بالجانب الاقتصادي، كل ما هو نهوض بالجانب الاجتماعي، هذا ان شاء الله يكون على مراحل، ولكن المهم ان تكون التشاريع الموجوده تفي بما هو موجود في روح الدستور التونسي.